استاذ ناصر الله يرحمه. استاذ ناصر معدنا منه اللي على كل خير، وتعلمنا منه عمل الخير، وكان سبب ان احنا نعمل اي حاجه كويسه، ودايما كان بيدلنا على كل خير وكل حاجه كويسه. ومش هنزكيه طبعا، ربنا اعلم طبعا بحاله بعمله كل حاجه. كان من اشد الناس حرصا على المعهد والطلبه واولياء الامور والحضور والالتزام، وانه يدخل بيته قرش حلال ويكون تعب فيه، وكان دايما سبق لنا في الخير في اي حاجه، في زياره مريض، في عمل خير بيتعمل. ان الواحد حتى اتاخر عن الصلاه يوم او ما راحش الجامع فرض من الفروض او بتاع، كان دايما بيحاسبه ليه وما ينفعش، وكان حريص جدا المعهد ياخد الجوده وينجح، لان ده كان هيبقى نجاح للبلد بحالها. كان بيحافظ على المعهد ويدعو الى يعني تنميه المعهد والتلاميذ، وكان بيوصل رساله المعهد للاهالي، لاهل البلد، ان هم يدخلوا المعهد الدين الازهري لما له فضل من العلم والدين. فكان هو دايما متمسك بإظهار المعهد بصورة طيبة.